بديل الرخام وبديل الخشب، خامة من الخامات اللي بقت منتشرة جدا في الفترة الأخيرة وبقت موضة قوية جدا في التشطيبات. أولا شكلها شيك جدا، ثانيا سعرها اقتصادي وبتغنينا عن أسعار الرخام والخشب العالية جدا طبعا اللي ما يقدرش يجيب الخامات دي بالأسعار دي. طبعا هنتكلم دلوقتي عن متانة الخامة دي، هل هي هتبقى بنفس متانة الرخام والخشب ولا هي أقل شوية، وهنتعرف على أسعارها اللي موجودة في السوق وعلى طريقة تركيبها بالتفصيل. لو اول مره تشوفوني على اليوتيوب، انا مهندس معماري، مهندس محمود الشامي، ودي قناه مهندس معماري. تشرفونا وتشوفوا باقي الفيديوهات اللي قبل كده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده واعملوا سبسكرايب للقناه علشان تفضلوا متابعين كل الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده. ولو تحبوا تشوفوا صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وتشتركوا فيهم. ايه هي حكايه بقى الخامه اللي هي بديل الرخام اللي بقت منتشره بقوه في الفتره الاخيره في مجال التشطيبات؟ اولا الخامه دي كويسه جدا ان هي خفيفه، بيبقى سمكها 2 مللي او 3 مللي، هي عباره عن الواح بي في سي ومطبوع عليها او واخده الشكل بتاع الرخام. طبعا كل اشكال الرخام وكل انواع الرخام تبقى مشكله، الناس اللي بتجيب رخام ممكن يكون في شكل معين هو حابب الشكل ده، بس طبعا الاسعار بتبقى غاليه جدا. اما خامه البي في سي كل واحد، لان انت في الاول وفي الاخر دي مجرد طبعا، سواء الشكل ده او الشكل ده تختار الشكل المناسب ليك، بتشوف الرسمه اللي الوانها هتمشي مع الالوان اللي انت حاببها، وفي نفس الوقت تقدر تعمل بيها التشكيل اللي انت عايزه. يعني عايز تعمل حاجه بشكل اوبن بوك، عايز تعملها على شكل شرايح استربات كده، كله هيبقى متاح بالنسبه لك ومفيش فيه اي مشاكل. طيب موضوع بديل الخشب، بديل الخشب بيحل لي مشاكل كتير جدا. اولها دهان الخشب، لما بجيب خشب طبيعي طبعا الدهان بيبقى مشكله عند ناس كتير، ويقول لك الدهان مش طالع مظبوط، مش بنفس درجه اللون، الدهان نفسه فيه مشاكل، اللي انت بتركب التجاليد الخشب بعد كده تدهنها، دهان اللوستر اوقات بيبهدل الحيطه شويه، الارضيات، الكلام ده كله، بتلاقي في حتت في الخشب عايزه تاخد معجون، المعجون ده بعد فتره ممكن يفرقع منك، فانت بتستغنى عن كل المشاكل اللي موجوده في الخشب. طبعا اكذب عليك لو قلت لك انه هيبقى بنفس حلاوه الخشب الطبيعي، بس احنا بنتكلم على بديل اقتصادي، سعره رخيص، متوفر في السوق، تركيبه سهل جدا وسريع جدا ومرحله واحده. بتجيب العود بتاع الخشب ده او بتاع بديل الرخام وبتلزق بسيليكون، ممكن تعمل له علفه خشب بسيطه كده لو انت عايز فيه حاجات بارز وخاطص، بتظبطه على الحيطه، بتلزقه، خلص الكلام، مفيش اي حاجه تانية بعد كده. اما لو بجيب رخام بتعوز زملكه وتلميع، طبعا بقى الموضوع يعني في كذا مرحله على ما تركبه، وسقية بقى مونة اسمنت ابيض ورا الرخام والكلام ده كله، لان تركيبه على الحيطه لو مش ميكانيكي بيبقى الموضوع بياخد وقت شويه. طيب الخشب زي ما قلنا مراحل الدهان والتركيب والصنفره والمعالجه والكلام ده كله، ده بياخد معايا وقت وفي نفس الوقت بيبقى مكلف شويه. اما ده خامه بي في سي، حاجه شكل الخشب بتتلزق على الحيطه على طول. وبديل الخشب ده بقى الواح صغيره 200 عرضها 20 سم، تبقى تخانتها من 10 ل 15 سم تقريبا، وارتفاع اللوح بيبقى 280. بتجيب لوح العرض 20 سنتي او لوحين، وممكن بتعمل فيه ديكور بسيط وسيمبل كده، ان انا بجيب لوح يمين ولوح شمال وبحط الحته اللي في النص ما بينهم باللي هو شبيه الرخام او بديل الرخام، وتعمل طبعا اضاءه ليد، عايز تعمل مرايه، عايز تعلق شاشه التلفزيون، ايا كان بتلاقي افكار كتير جدا تقدر تعملها وبسهوله وببساطه، موضوع مش معقد ومش متعب. حد بيقول لي على الدورابيليتي بتاعت الخامه دي، المتانه بتاعتها، هل الخامه دي هتقعد معايا فتره طويله؟ الخامة دي جديدة على السوق، فما ينفعش حد يسأل السؤال ده، ليه؟ احنا ما جربناهاش فترة طويلة، يعني ما حدش ركبها مثلا ويقول اه والله ده انا قعدت معايا 5 6 سنين وما فيش أي مشاكل فيها والموضوع تمام، هي لسه جديدة الخامة. بس نتكلم على حاجة، هي بي في سي، أنت بتبص على كل خامة بتشوف مكوناتها إيه، ده كأنك لازق حاجة بلاستيك على الحيطة. زي الأكريليك، لما بتعمل تجليد أكريليك مثلا في مكان على الحوائط، أنت لازق حاجة على الحيطة. ممكن بعد فترة تلاقي الخامات دي الدهان اللون بتاعها اسف بيغير شوية، بتصفر شوية، بتروح اللمعة منها، كل ده هيبان مع الوقت، لما تقول والله انا ركبتها وقعدت سنة سنتين بعد كده ظهر في مشاكل. زي مثلا الديكور اللي منتشر فترة دلوقتي اللي هو الستيل الذهبي اللي الناس بتعمله في الحائط، في ناس بتجيبه شرايح كده لونها ذهبي وبتبقى ستانلس وبتعمل حاجة غطسة في الحيطة وبتركبها، دي في ناس كتير اشتكت منها برضو ان مع الوقت اللون الذهبي بيروح وبتقوس، بيبقى لونها كانه مش طبعا مش في صدى، بس اللون الذهبي لمعته بتروح ويبقى صفار باهت، وشويه شويه بيقلب على اللون الرصاصي بتاع الفضي كانه مرشوش لون واللون بيروح من عليه. طيب دي مشاكل انت بتشوفها وبتعرفها مع الوقت، اما الخامه دي لسه جديده فما فيش المشاكل اللي نقول عليها بتظهر مع الوقت، لان لسه ما عداش وقت على تركيب الخامات دي. بس زي ما قلنا هو ليه مميزات كتير، انه طبعا خدوشه صعبه، انت خامه بلاستيك عكس الرخام ممكن يتخدش بسهوله، وعكس الخشب بيتخدش بسهوله جدا واي خبطه بتاثر عليه، ده خدوشه صعبه، اللمعه بتاعته قويه، الالوان كتير متوفره، تركيبه سهل جدا، مفيش اسهل من كده في التركيب، ممكن ما تحتاجش مسمار، يبقى كله بسيليكون.
بس في نصيحة، لو انت جايب لوح اللي هو بديل الرخام، ما تخليش واحد بس اللي يشونه او اللي يطلعه عندك في الشقة. هو خفيف جدا، يعني وزنه اللوح ممكن يبقى 7 8 كيلو، ما فيش فيه يعني تقل ولا حاجة. بس لما عشان هو خفيف، لما حد بيشيله لوحده ممكن يتني، وتنيته دي ممكن يتني بزاوية جامدة. طبعا لما انت هتلاقيه اتنى جامد او اتكسر كده مش هتغيره، الصنايعي هيجي وهيستعدلهولك وهيظبطهولك، بس هيفضل باين ايه خط كده مكان التانية اللي حصلت دي. فالافضل اتنين يشيلوه قصاد بعض عشان ما يحصلش فيه اي مشاكل. ناس بتقارن بينه وبين الكوريان، ده غير الكوريان تماما. الكوريان افضل واقوى وامتن من ده بكتير واغلى من ده بكتير، عشان ما حدش يقارن ما بين ده وما بين ده. والكوريان ليه استخدامات تانية خالص غير بديل الرخام ده. ده قلنا يا جماعه، مجرد عندي حاجه تخانتها 2 مللي او 3 مللي بلاستيك مطبوع عليها شكل الرخام، طالعه بشكل رخام بتلمع شكلها كويس، حاجه رايقه كده وسعرها رخيص، عشان ما حدش يقارن بينها وبين خامات تانية مختلفه عنها تماما. الاسعار بقى، متوسطات الاسعار بتاعته اللي موجوده في السوق، سعره بيبقى من 600 ل 750 جنيه. ده السعر الدارج للوح اللي هو بديل الرخام ده، 82 في متر 20. ده سعر متوسط في السوق، صعب تلاقي اقل من 600 جنيه، واستحالة تلاقي اعلى من 750 جنيه. لو اعلى من كده في الفترة دي صعب جدا، والسعر ده غالي جدا جدا جدا، لان طبعا في ناس بتستغل فترة عدم ثبات الاسعار دي، وكل واحد بيضرب اسعار من دماغه. ده يا جماعة حاجة رخيصة جدا وحاجة اقتصادية جدا، 600 جنيه دي اصلا غالية عليه. بس طبعا عارفين في مصر الضرائب والجمارك والكلام ده كله، والناس بتبقى تحب تحط اسعار ايه مكاسب عالية شوية. ف 600 جنيه دي بالنسبة لسعر استيراده، لا ده عالي جدا ومكسب كافي جدا لاي تاجر بيبيعه. اما انك تلاقي حد يقول لك لا ده انا ببيع اعلى من 750 والكلام ده، لا ما تشتريش بالسعر ده نهائي. اللي بيخلي بس بعض الناس توافق انه بيقول لك ده انا هاخد لوح ما فرقتش 100 150 مش مشكله، هو انا هاخد لوح واحد مثلا هعمل بيه ديكور بسيط او حاجه، فالتاجر بيفتكر ان ده سعره مناسب، لكن ده سعر مش مناسب تماما. بديل الخشب بقى سعره بيبقى من 250 ل 300 جنيه، زي ما قلنا هو 280 بعرض 20 سنتي، مفيش للاسف بتاع عرض اكبر من كده. لو عايز كذا شريحه بتجيب كذا شريحه جنب بعض، سعره من 250 ل 300 جنيه. بس خلي بالكوا في حاجه لازم تحط في اعتبارك سعرها، وهي انابيب السيليكون. انبوبه السيليكون بتبقى من 70 جنيه ل 100 جنيه، فلازم تبقى عارف ان انت هتحتاج سيليكون كتير، عشان في واحد ممكن يقعد يحسب حسبه بسيطه كده، انا عندي ديكور كذا في كذا في كذا في كذا هعمل الشكل بتاعي، والله هيكلفني مثلا 3000 جنيه، ممكن يلاقي نفسه حاطط 600 700 جنيه انابيب سيليكون بس، ده غير طبعا مصنعيه اللي هيركبه، وده ركبه بسيط جدا وسهل. وانا عن نفسي بنصح ان لو حد حابب يعمل ديكور بسيط حاجة زي كده في شقته، ممكن يركبها بنفسه، وان شاء الله ننزل فيديو لطريقة تركيبها. تركيبها بسيط جدا وسهل جدا، وتعرف تعملها انت بنفسك، تستمتع وانت بتعمل ديكور جوه شقتك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتكون المعلومات اللي فيه مفيدة ليكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده وسبسكرايب للقناة. ولو في اي سؤال في اي موضوع عندكم اكتبوه في الكومنتس تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.